من أسباب الرزق الاستغفار والسعي الدؤوب لاكتساب الرزق الحلال، فامشوا في مناكبها، ووصل الأرحام والدعاء وغير ذلك. نقول فوق كل ذلك وقبل كل ذلك، الله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما الذي أو التي ذكرت إنما هي أسباب، ولا قد يكون هناك قوم من أفجر الفجرة وسع عليهم توسعة ليست لأحد من أمثالهم من أهل الإيمان، كقارون الطاغي الباغي كان فاجرا فاسقا ومع ذلك وسع عليه كاستدراج له. لكن نحن إذا التمسنا رزق الحلال الطيب نبذل ونسعى كما أمرنا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، نستغفر ربنا، نصل أرحامنا، إلى غير ذلك مما ذكر به أخي الشيخ يوسف حفظه الله. وإضافة إلى ذلك علينا أن نوقن أن الله يفعل ما يريد، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. فقد لا يسلك أحد هذا السبيل، ولا يسلك سبيل الاستغفار ولا الإحسان إلى الفقراء ولا وصل الأرحام، ومع ذلك يوسع الله تعالى عليه لحكمة هو يريدها سبحانه وتعالى. والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله. وقوله بغير حساب يحملنا على البذل والعطاء، ولا نحصي فيحصى علينا. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن والدها تتصدق وتحصي، أنا أنفقت كذا، فعلت كذا. قال النبي يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. إذا قلت أنا أعطيت كذا وكذا وكذا وكذا، أيضا تعدد عليك نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى.